كتابه ظهر من الحبس بس الناس بعدها عم تهرب منه. برافو ماريا، انا بتشكرك انت وجمعيتك على اللي عم تعملوه، وبركي انا بروح عن شادي وبحكي له اياه بالموضوع. ولو ابونا هيدا اقل شيء لازم نعمله نحن بزمن الميلاد. والله يا ريت كل العالم فهمان العيد مثلك، لانه ثلاث ارباعهم فاكرين انه العيد عباره عن هدايا وزينه، ودائما ننسى صاحب العيد. ومثل ما بتقلنا ايه من الانجيل، احبوا اعدائكم، باركوا لاعنيكم، واحسنوا للذين يبغضونكم. نحن لازم نتقبلوا هيك الموضوع. وبصراحه بدي اياك تساعدني بكل شيء. ابونا ما لقيت غيري. ليش هيك؟ ابونا انا خريج حبوسي، انا في برقبتي قتيله، الاولاد بس شوفوني عم يضربوا مني، رفقاتي اللي كانوا يسهروا معي ما عم بيسالوا علي. يا ابني انت تايب والله قبل منك التوبه، مين نحن لما نقبلها؟ نحن بزمن الميلاد، زمن المحبه والخير، هيدا جو العيد. ابونا معك حق، بس عم تحكي انت مثاليات، يعني عم تتخيل هيدا الشخص يلي بيشوفني شو بيشوف فيي؟ بيشوف فيي واحد مجرم وشرير ومنه منيح، ما حيشوف فيي الشخص التايب يلي انت عم تقول عنه. يا ابني انت شو همك؟ بكل واحد فينا في يسوع، مهم هل يسوع عم يشوفك طاهر وتايب ترجع لمحبة الله وغفران. الدنيا كلها فرحانة بعيد الميلاد، الناس كلها سهرانة ناطرة عيد الأعياد، فتحوا بيوتهم وقلوبهم وزينوا كل الدنيا، هذا عيد يلي مسح ذنوبهم ليستقبلوا رب الدنيا. بمغارة صغيرة بشهر كانون ولد يسوع المسيح، ساعة الكل بقلبه الحنون، مش ناطر منا مديح، ناطر منا نعمل خير ونساعد المحتاجين، ناطر منا صلاة غيبة عن نية الخاطئين، ناطر منا محبة كبيرة إلى اللي رجعوا لعنده تايبين. الميلاد كله معاني، الميلاد مجيء الرب، نطلب كلنا الأمانة، أمانة طلعوا من القلب، عنية خينا الإنسان، عنية المحتاجين، عنية كل حدا تعبان، عنية الزعلانين، منزرع لبعضنا الأمان، نمحي من قلوبنا الأوجاع، نفهم شو هو العيد، بعدين منعين بعيد الأعياد، ومنزين كل البلاد، ومنستقبلك بعيد الميلاد.